نريد أن نفتح مجال لوضع مقاييس متعلقة بالتعليم الإلكتروني، مقاييس متعلقة ب يعني المحتويات، بحماية المحتويات، بالجوانب التقنية المتعلقة بتسيير المنظومة التكوينية عبر الأرضية الإلكترونية، ثم تحديد يعني الحجم الساعي التدريسي بالنسبة للأساتذة. نحاول من خلال هذه المداخلة تفسير بعض المؤشرات التي ترتبط بالمجتمع الجزائري تحديدا على المستوى الاجتماعي والسوسيو ثقافي، ولنرى كيف نضع استراتيجية معينة تعمل على تمكين البيئة المجتمعية قبل البيئة الرقمية، لأنها هي الأساس في عملية التحول الرقمي. هناك من يبشر، وأضع هذه الكلمة بين معقفين، بموت المدرسة التقليدية ونهاية المدرسة ونهاية السبورة ونهاية القسم ونهاية المعلم ونهاية الأستاذ، ولكن لا يمكن الإقرار بهذا الواقع، لا يمكن الإقرار بهذه المسألة الدقيقة، وإنما الواجب يدعونا أن نستعد للتحولات الهامة في مستوى التعليم.